السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نهضر لكم على مشترياتي من ميركادونا. كما كتشوفوا البنات، اللي بغات الجوله ديال ميركادونا راه كاينه في الفيديو غتلقاوها قبل من هذا في القناه. واليوم غادي نشارك معكم المشتريات ديالي اللي هما هادو. يعني نقدروا نقولوا كاين شي مشتريات هنايا الاغلبيه جربتهم وعجبوني بزاف، يعني المشتريات اللي كنحماق عليه. شي حاجه انا اول مره غادي نسميتو راه غادي نقولها لكم. بالنسبه للفاكتوره، الفاكتوره هي هاد الصباغه هذه ديال الشعر. كاينين بزاف ديال الصباغ ديال الشعر في ميركادونا، ولكن انا دائما كنفضل هذه اللي فيها سين امونياكو. علاش البنات؟ اول حاجه كنحس بها ما كتحرق الشعر، ثاني حاجه كترطبو، وثالث حاجه فيها بعض المنتجات ولا السيروم في الداخل اللي كيخلي لك من بعد ما كتكملي من الدوش كيخلي لك الشعر ديالك كيكون رطب بزاف. المهم انا غادي نحلها قدامكم باش نوري لكم هذاك السيروم اللي كاين في الداخل. هذه جبتها البنات، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في شي فلوق قبل من العيد. ننتظروا ان شاء الله نوري لكم الطريقه بحالاش كنصبغ في الدار. يعني شعري واخا سهله، ولكن كاين الناس اللي دائما كيسولوني كيقولوا لي بحالاش كتصبغي شعرك. المهم راه في الفلوق الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم بحالاش كنسميتو. المهم كتجي البنات هاد القريعه هذه اللي كيجي فيها هاد الليكيد، وهذا كيجيو كيديروا فيه النص، حيت حنا اصلا عندنا هاد الكريمه هذه. كتخلطي هاد الكريمه هذه كتخلطيها مع هذا رقم واحد ورقم جوج. المهم كتضربي بهم صافي. وانا صراحه كنستعمل في هاد القرعه هذه. كاين الناس اللي كيخويو هذيك ديال الصباغه، لا هذيك غير ديال ديكولورانتي، انا كنستعملها في كلشي في هاد الصباغه ومن بعد كنرميها صافي. وكنبدا نسميتو راه حتى جبتها على حسب العيد، راه في شي بلوك ان شاء الله قبل من العيد راه غادي نشارك معكم البنات. اللي فيه هو هاد رقم جاد الباسو جوج، عفوا هذاك رقم واحد الباسو واحد، وهذا الباسو جوج اللي هو واحد اكونديسيونادور ولا واحد تريتامينتو نوتريتيفو اللي هو مغذي. هذا فاش كنكونو كنغسلو الصباغه كامل. وتقدروا ديروا الشامبو، انا كنصح، انا صراحه كندير الشامبو حيت ضروري نغسل الصباغه. ولكن فاش كتكوني كديري الشامبو اللي ماشي خاص بصباغك حلا ولا صباغه حمراء ولا صباغه صفراء، كطير لك الصباغه ديك الساعه مازال، يعني كتبقى كطير لك دغيا. المهم هذا رقم جوج هو اكونديسيونادور، هذا هو اللي كتحسي الشعر ديالك كيولي رطب ما محروقش، حيت كيغذي لك الشعر. من بعد البنات كيعطيكم هذه اللي فيها طريقه الاستعمال، انا ما كنستعملهاش، فيها غير الكوانتيس لداخل، ما تلوحوهاش حيت كاينين كوانتيس هنايا. والحاجه اللي كتعجبني بزاف وكانت تحمقني، كنتمنى ميركادونا تخرج هذا السيروم هذا يكون كبير. هو هذا السيروم هذا البنات شي حاجه طوب واعر. هذا حتى صافي كتكملي من الدوج وكتكملي اكونديسيونادور وكلشي كيولي الشعر ديالك مازال فازق، وكديري كامل على شعرك. راه اللي خديت البنات من ميركادونا هما هادو، الصراحه كانوا خاصيني في الماريو، وهادو اول مره غنجربهم في ميركادونا انايا. اش غنقول لك الريحه ديالهم، راه مجهده. البلاستيكه كلها كتشم فيها في الريحه، فاش كنت في الزنقه كتخرج الريحه من البلاستيكه وكنشمها. الريحه ديالها مجهده بزاف. هذا كيصلح في الماريو ولا ديرهم في المجوره ولا فيما بغيتي. كيجيو فيها ثلاثه البنات اللي دابا غادي نوري لكم بحالاش. المهم كيجي فيهم من هنايا واحد هادي كيتفتح من هنايا، كيندير لك واحد كما كتشوفوا البنات كيجيو فيه هاد الثلاثة هادو اللي كيجيو فيهم واحد ناري على ريحة شحال زوينة، منكدبش عليكم واحد الريحة خطيرة فيه. والثمن ديالو راه غادي تشوفوه هنا في البانطايا. هاد الثلاثة هادو كتعلقيهم في الماريو بين الحوايج. أنا غادي نعلق وحدة في الماريو ولا جوج ولا وحدة غير ديال التعلق، وغادي نحط في ديال الطويان غنحط فيهم هاد الجوج هادو، خصوصا دوك الحوايج اللي ما غاديش نلبس بحال مثلا تريكوات ديال البرد، غادي نحط فيهم هادو حتى البرد ديال العام الجاي ان شاء الله. ما كتشوفوا راه الريحه ديالهم شي حاجه طوب. غير باش حليتو دابا راه كتفوح كامل في البيت، الريحه ديالها مجهده. هاد الماسك هذا اللي خديت من ميركادونا، هاد الماسك هذا كيعجبني بزاف ميركادونا، هذا تجربته وهذا بغيتو البنات نهار العيد، حيت هاد الماسكاري ديال بيلينك ولا ديال الكربون. اشنو كدير هي كتحيد لك دوك النقط البيضاء فوق هنا كامل، داكشي كتحيد لك داك الوسخ اللي هنايا، داكشي اللي كيكون بحال وجهك مقشر، كلشي داكشي كتنقيه. وهذا انتظروها البنات، حتى هو غنديروا لكم في نفس النهار
اللي غادي ندير لكم فيه الفلوج ان شاء الله ديال العيد، يعني التجهيزات ديالي ديال العيد، داكشي الصباغه ديال الشعر، العنايه بالبشره. الا بغيتو خليو ليا البنات في الكومنتاريو غنشارك معكم منتجات ديال ميركادونا. هادو اللي كنحماق عليهم البنات في ميركادونا، كنحماق عليهم من نهار جربتهم، ما قدرتش ناخذ شي ماركه اخرى. كنت في الاول كناخذ هادوك ديال البنات في ميركادونا، ولكن زيرو الكوتشيات البنات اللي زوينين هادو هما ديال هادو ديال الرجال. عرفتي شنقول لكم؟ راه كيحيدو مزيان 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 مزيان، يعني كيحيدو ما كيجيوش بحال الحافيين. في الوقت كناخذ ديال ليدل، ولكن ديال ليدل من بعد منين نغيروهم جاوني بحال الحافيين. ودوك الرصاص ديال الميركادونا حتى هما بحال الحافيين. هادو اللي كانوا كيديروا بأورو النيشان وزادوا لهم شويه. المهم هادو البنات راه طوب، وكيجي فيهم البنات راه كيجي فيهم بزاف، كيجي فيهم 10. غادي ندوز نشارك معكم المنتج البنات اللي خديت من ميركادونا، هو هذا المعطر هذا اللي شنقول لكم طوب خطير واعر، يعني زوين بزاف. فهذيك الجوله كنت وريت لكم معطرات، وكان واحد جديد اللي هو سميتو كولونيا. انا صراحه الريحه ديال كولونيا كتجيني ما مجهداش ما سميتو، ولكن هذه واعر البنات، شي حاجه طوب. هاد الريحه هذا ديال هاد الامبينتادور غادي نرشها، غادي تشموا هاد لي غادي نرشها ونعاود نقول لكم اشنو كنشم. واو واحد الريحه بحال ريحه الحلويات، ما عرفتش كي غنقول لكم البنات، الريحه خطيره. نريح بيتي شي حاجه زوينه بزاف طوب، واعره واعره. انا مع كنمل بزاف امبينتادوريس، كنجرب كاع امبينتادوريس ديال ميركادونا، كاع هادوك امبينتادوريس زوينين بزاف، من غير داك الاخضر اللي ما عجبنيش، وهذاك الجديد اللي سميتو تالكو لا كولونيا. هذه ريحه طوب، هذه عجبني بزاف، شي حاجه واعره. غير جربوها البنات راه ما غاديش تندموا، شي حاجه واعره في هاد عجبني. واللي خداتو تشارك معنا، هو اصلا هذا فاش يلاه كنخرجوا نوفيدات كنت شميتو وكنت خليته، قلت حتى من بعد يعني حتى نكمل الامبينتادوريس اللي عندي. ومن بعد ملي جات هاد الوقت هادي باش نشري، خديت هاد الامبينتادور هذا اللي واعر بزاف. كنت كناخذهم في زيمان، وحيت مليت من ديال ميركادونا، ميركادونا مابقاش جابت الجديد. من بعد صافي ملي شفت هاد الجديد هذا عجبني خديت عاود ثاني هذا. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم ما تنساوش لايكات، وشكرا لكم وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.